سيد سرمد، سمعت ما قاله السيد غسان، قال بأن سوريا تعتبر تواجد الولايات المتحدة على الحدود أو تواجدها هو غير بريء. إن صح كلام سيد غسان، هل هذا الأمر لربما سيضع العراق أمام حرج؟ إن كانت إجابتك نعم، كيف على العراق أن يتصرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم. بداية، أي حرج احنا ما نشكو من عنده، لأنه نحن صريحين جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي زيارة الأخيرة 90% أو 95% من الأمور التي طلبها العراق تم تحقيقها، حتى وصل الموضوع إلى مواضيع دقيقة مثل ارتفاع الطائرات المسيرة والزمن اللي ممكن أن تبقى به بالأجواء العراقية. أنا أقول لك يعني، وهذا هذا الكلام يعني أنا استقيته يعني رسميا، خلينا نقول يعني في اجتماع عقد قبل 6 أيام، الولايات المتحدة تم الاتفاق معها على عدم القيام بأي عمل دون التنسيق واستشارة الحكومة العراقية. يعني ليس من حقهم أن يقومون بأي عمل انطلاقا من قاعدة عين الأسد أو انطلاقا من قاعدة حرير أو من أي مكان آخر داخل العراق، إلا بعد يعني أرجو أن لا يفسر الموضوع تفسيرات متعددة. التنسيق وليس إعطاء الخبر وخلاص، لا، التنسيق يعني يسألون الحكومة العراقية، إحنا نحن نريد أن نقوم بهذا العمل وسنقوم به مثلا من أراضيكم، هل توافقون كيف؟ فإحنا مبدأ هذا أساسا مبدأ مرفوض تماما. لكن السؤال مهنا، أنا أقول لك يعني الأخوة السوريين ليكونوا مطمئنين يعني في هذا الاتجاه تماما، لكن العمل ليس في الأراضي العراقية، اليوم ربما يكون العمل في الأراضي السورية. بعد ذلك هنالك فقرة أخرى، السماء الأجواء العراقية مفتوحة في هذا الموضوع، يعني مفتوحة، ربما إذا انطلقت طائرات من قاعدة عين الأسد أو من قاعدة حرير، كيف راح نعرف بأن هذه الطائرات مثلا ضربت أهداف معينة في اتجاه معين؟ هذه أيضا مشكلة، يعني خلي نعرف قدرات العراق الحالية، هل لديها قدرات عن كشف أي أهداف تخرج من الأراضي العراقية لتضرب في الأراضي السورية؟ هي هنا المشكلة. ليش ما عندنا يعني رادارات سيد سرمد؟ نعم، ما عندنا رادارات. موجودة الرادارات، ماشي موجودة رادارات، أنا أعلم ذلك، موجودة رادارات، وزودنا بالأخير برادارات عالية التردد، لكن هذه الرادارات أوكي تكشف طائرات، قد تكون هذه الطائرات إحنا اتفقنا وياهم لا توجد طائرات تخترق الأجواء العراقية بدون علم السلطات العراقية، لا بل إحنا نحدد بعض الأمور يعني اللي خاصة بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة. أنا أقول هذا الموضوع يعني ربما قد يكون بعض الأحيان لديهم هم قدرات تفوق قدراتنا إحنا وسوريا، تفوق قدراتنا، يعني ما تكشفين كم مرة إحنا تعرضنا إلى قصف مجهول، كم مرة من هاي قناتكم كم مرة تكلمنا وطلعنا إلى قصف مجهول، ولحد الآن ما نعرف من اللي قصف ومن اللي ضرب ومن اللي دخل. هاي مشكلة، هم يستخدمون تقنياتهم الحديثة، هذا إذا تكلمنا بواجب مهني عسكري، أما سياسيا فغير مسموح لهم القيام بأي عمل بدون التنسيق مع الحكومة العراقية تنسيقا واضحا وصريحا.